نقول لك القائمة اليوم حسب معلوماتي ضمت تنظن أكثر من 35 سيرة ذاتية. قال لك آخرها تاع أليو سيسي مدرب منتخب السنغالي، نظن حتى لي زاجون تاعو حطوا واسمو لا بروبوزيسيون تاعهم. نقول لك غادي الاتحاد الجزائري بنسبة كبيرة. شوف كل الأسماء اللي ذكرناها هنا في الاستوديو إبراهيم، كل الأسماء اللي ذكرناها واسمو بيتروفيتش واسمو كيروش كذا إلى آخره، ولكن هناك رسميا مدربين راهم متواجدين في كأس إفريقيا واليوم اللي لعبوا واسمو إيغو بروس ومدرب نيجيريا. يقولوا أنه مدرب منتخب نيجيريا ينتهي العقد تاعو مع نهاية كأس إفريقيا. لا سمحت، مدرب تاع نيجيريا سيرتا مومو كان كازي سيرتا ملحي لا فيديراسيون نيجيريا ما عندهمش لي موايا باش يخلصوا له لي زاندمنيت. خلاوه غصبا عندهم تما سون الفولوار. اليوم داهم لا فينال دونك ساميطون ياسين ابري لا فينال. لتوضيح الرؤيه اكثر ياسين معلومي فضل. عقد يزيد فضلك شكرا يزيد عقد بيسيرو ينتهي في ديسمبر 2024 يعني مازال له عام عقد، ولكن كيف تكون هذه الامور. ونرحب قبل ذلك بعبد الكريم بيرا، وصل الان للاستوديو. انا تعجبني الدخله هذه، مرحبا بك عبد الكريم بيرا. وعذروني على الخضراء، قول لي واش اخرك بركي تسمع لازم نعطينا توضيح تاع المباراه بحد ذاتها باش واحد يمد كل المعطيات. وما شفتش تقريبا الشوط الثاني تاع الوقت الاضافي. نعم، وعلى بالي مشاو لي بينالتي. الشوط الثاني تاع الوقت الاضافي كان ضغط رهيب للفريق الذي تحمل الوانه بهذه الكرافطه الخضراء يا منتخب نيجيريا. كانت هناك فرص وكان ضغط في الاخير للبدلاء الخاص بمنتخب نيجيريا في الوقت الاضافي. نعم، لكن اللاعب اللي خرج بالحمراء كان الخطا خارج منطقه العمليات، خارج منطقه العمليات مع ليلو دخل داخل. كانت يعني بس كيف في الدرني ديفونسور كان اخر نعم اخر اخر مدافع قاسيه شويه انا اللي هي قاسيه. كان خرج بالكارت الاحمر، لكن المباراه ذهبت الى ركله الترجيح. مباراه شيقه، مباراه كبيره منتخب نيجيريا. سنتحدث عن هذه المواجهه. مرحبا بك عبد الكريم بيرا. ياسين معلومي تفضل. نكملوا بك. قلت لك ربما هذو هما على اقصى تقدير اللجنه غدوه لما تجتمع ربما يكونوا فيه دي سي في. ياسين وضح لنا الصوره اكثر فيما يخص عقد بيسيرو ينتهي في ديسمبر 2024. هو في خلاف، هو في كما قال الحاج في خلاف مالي كبير بينه وبين الاتحاد واسمه نيجيري. اليوم هو يقول انه ربما النهائي ولا اخر لقاء له لانه ما تلقاش لي سو كونترا. ياسين ولكن ما نقولوش لي كونترا باسكو كان دي كلوز وانت ما خلصنيش وانت كذا الى اخره، ولكن هو في مخه. انا المعلومات اللي عندي تقول هو قابل كل الاتصالات حتى نظن حتى المنتخب التونسي. لكن لماذا يفرط بيسيرو بمنتخب كبير وعريق وثقيل كنيجيريا وصل معه للنهائي ربما ياخذ الكاس تنتظره تصفيه المونديال وكاس افريقيا اخرى في المغرب. هذا راه في بلاصتو انت اسرت ما قلت لك خلوا عليه وقالوا له خلاص ترى ماكش مدرب. كي شافوا روحهم ما يقدروش يعطولو المستحقات تاعو لي زاندمنيتي حتى بالك نهايه العقد، عاودوا داروا المشاريات وشدوه وهل الامكانيات بدون ارادتهم. وشوف دوك كي لحق الله فينال غدوه ان شاء الله يدي لاكوب ولا ما يديهاش اللي هو بوزيسيون دو فورس اكيد. وهل الامكانيات لو جاوا منتخب نيجيريا عنده امكانيات كيمدلو المستحقات تاعو واسمو في وقتها. هو نفس ما يحدث نظن لمدرب نيجيريا هي نفس الاحداث اللي حدثت لكيروش مع المنتخب الايراني. كان حقق نتائج ايجابيه صحيح. ولكن وقع في خلاف معهم كان قاب قوسين او ادنى باش يجي حتى المنتخب الجزائري في فتره من الفترات. وليد صادي ونظن محمد رواو في واحد الوقت كانوا كما نقول لك دخلوا نيغوسياسيون معاه، ولكن المنتخب الايراني هذاك الوقت كان كما نجم يستحوذ على القضيه وعاود ردوا. ياسين كاين اللي زادوا في لا ليست كونديدا باش يكون يقول لك 35 يقول لك 30 في 35 يقول لك كل مناجير يمد، ولكن الشوط كي تسمع انت كي تسمع كيروس وبيتروفيتش بيتكوفيتش اليو سيسي دوك هذوك 30 ما نقدروش نهضر عليهم حنا بالك ما عندهم حتى تافي كيف ولكن اللجنه في افريقيا ولا في كاس العالم. اللجنه اليوم مطالبه بدراسه كل الملفات اللي يلحقوا الاتحاد الجزائري لكره القدم.